الحمد لله هنا الرعاية الطبية جيدة عموما، يعني التعامل جيد، الممرضات جيدات جدا، تعاملهم جيد، يعني الدكتورة أيضا، الدكتورة المشرفة، يعني أيضا دائما حتى التعامل له دور إيجابي في المريض أيضا. ولكن في رأيي أنت تحب الاستحمام. يا الاستحمام يعني من ضمن الأشياء الجيدة يعني. بعد الاستحمام العلقة كثيرا. لأنني كنت في الوطن لا أستطيع ممارسة الرياضة العنيفة بسبب وضع الكلى. فكانت لا تخرج السموم، لا أشعر بالعرق دائما. لكن في الاستحمام بدأت أشعر أن العرق يخرج الحمد لله. فهذه يعني جيدة. في الوطن إذا تمارس الرياضة. الرياضة الخفيفة فقط. لا أستطيع الرياضة. ولكن الرياضة الشديدة تلف الكلية أيضا. بسبب تلف الكلية. لأن في هذا العانة لا تناسب.